السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي طلاب الصف الأول الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في مادة التربية الدينية الإسلامية. النهاردة إن شاء الله هناخد مع بعض درس جديد بعنوان إتقان العمل. وإتقان العمل يا حبايبي دي دوت صفة إيجابية، صفة إيجابية. طيب لازم كلنا نتعلمها، وقد حثنا الرسول صلى الله عليه وسلم على إتقان العمل. طيب النهاردة هنحكي قصة بسيطة مع بعض نتعلم منها ازاي نتقن عملنا. في يوم من الأيام كان في ولد وبنت اسمهم عمر ومريم. مريم كانت دايما نشيطة وبتنظف حجرتها كويس جدا، وكانت لما بتقوم من النوم بتروق سريرها كويس، وكانت مامتهم بتقول لهم كل يوم ان هم يجهزوا حاجتهم بتاعة المدرسة ويحطوا اللعب في حتة على جنب وهدومهم في الدولاب بتاعهم، ولما يصحوا من النوم يروقوا السرير بتاعهم. مريم بتسمع كلام مامتها وبتعمل كل الأفعال الحلوة دي، إنما عمر كان شقي جدا وما كانش بيهتم بحاجاته، يعني يحط اللعب بتاعته على السرير، هدومه تحت السرير، ما كانش دايما بيهتم بأي حاجة خالص من حاجاته، وكان كسلان بيصحى من النوم متأخر. فجأة في يوم من الأيام مريم صحت ونظفت سريرها وراحت مدرستها بدري. أما عمر مامته زعلت منه جدا لأن دخلت لقيته لسه نايم وكسلان. لما صحته قعد يدور على هدومه وكتبه وأوراقه، هو حاططها في كل حتة مبقاش عارف يعمل ايه. نهض عمر مسرعا يبحث عن ملابس الرياضة لأن هما كان عندهم ماتش كورة في المدرسة، مسابقة في المدرسة عن الرياضة ولعب الكرة، مباراة. طيب فضل مستعجل عشان عايز يلحق المباراة. أخذ يبحث عن حاجاته وهو مش لاقيها. والدته قعدت تزعق له وتقول له أنا قلت لك من امبارح المفروض إن أنت تجهز حاجاتك أدواتك وألعابك في مكانها عشان تجدها بكل سهولة. عارفين يا حبيبي إحنا لما نحط حاجتنا في مكانها هنلاقيها بكل سهولة بعد كده في أي وقت أي حاجة، فلازم نتعود من صغرنا إن إحنا نرتب كل حاجتنا وأشياءنا المهمة، يعني حاجة المدرسة تبقى على جنب، شنطة مدرستي أحضر جدولي من بالليل، هدومي أكويها من بالليل عشان أصحى الصبح بدري وإيه وأروح في ميعادي. احترام المواعيد ده شيء جميل جدا جدا عشان الناس ما تتضايقش مني. خلاص طيب فضل يدور على حاجته ما لقاهاش، وللأسف ضيع الوقت في إن هو يدور على حاجاته، فراح المباراة متأخر جدا. المدرب زعل منه جدا جدا وحرمه من اللعب، دي كانت نتيجة التأخير وعدم ترتيب الأشياء. راح متأخر، المدرب زعل منه قال له انت مش هتلعب خلاص، اقعد ايه بقى دلوقتي. جلس عمر حزينا جدا لعدم اشتراكه في المباراة، واصحابه قعدوا يتريقوا ويضحكوا عليه. خلاص شرحت مامته ليه ان اللي هو عمله دوت غلط، ولازم ان هو يتقن العمل زي ما قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه، يعني اي حد بيشتغل اي شغل لازم يتقنه، يعني الطالب اللي بيذاكر دروسه لازم يذاكرها كويس، العامل لازم يتقن اعمال وظيفته سواء النجار اي عامل لازم يتقن اعمال وظيفته، حتى المصلي نفسه اللي بيصلي احنا لما بنصلي لازم نتقن الصلاه، صح يا حبايبي؟ طيب فإتقان العمل هو أن نؤديه جيدا وبإخلاص، وهو صفة جميلة أمرنا الله والرسول صلى الله عليه وسلم بالتحلي بها. يبقى يجب على الإنسان الذي يتقن العمل، أو بنقول إن الإنسان الذي يتقن العمل يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضى عنه ويعطيه ثوابا عظيما، ويحبه الناس أيضا، يعني ربنا هيحبه والرسول هيحبه والناس كمان هتحبه لأنه هيبقى نظيف، حاجته مترتبة، بيروح في مواعيده بدري، كما يكون هذا الإنسان ناجحا في حياته دائما. احنا لو تعودنا من صغرنا إن احنا نرتب حاجتنا ونذاكر دروسنا ونشيل أوراقنا المهمة ونشيل هدومنا في مكانها، كل حاجة في مكانها، واروح المكان بدري حتى في شغلي، لما اكبر هروح في شغلي في مواعيدي بدري، ده ايه؟ ده من اتقان العمل، وده شيء جميل هيخلي الناس تحبني وتحترمني. خلاص لكن اللي بيروح متأخر بيبقى ايه؟ بيخسر كل حاجة، بيخلي الناس تزعل منه. طيب احنا عندنا هنا في النشاط ده بنشوف الصورة اللي في النص، وعندنا صورة على اليمين وعندنا صورة على الشمال. طبعا انا لو اتقنت عملي حتى في رباط الشوز اللي انا بلبسه اللي هيحصل الولد اللي على اليمين ده هعمل عليه صح وهلونه بأي لون حلو معايا، ليه؟ لأنه لما ربط الشوز بتاعه بقى ماشي مرتاح.
خلاص، انما هنا لما سابه ايه اللي حصل له؟ وهو ماشي الكابل في الرباط بتاع الشوز بتاعه، لان هو اصلا كسل ان هو يربطه، فده هعمل عليه خطأ. خلاص، يبقى حتى في الرباط اللي انا بربطه يا ميس لازم اتقن كل حاجة عشان انا ما اتأذاش بعد كده. طيب الكرسي ده لو انا صلحته كويس واتقنته كويس، ايه اللي هيحصل؟ هقعد عليه كويس ومش هقع، يبقى هعمل صح على الصورة دي والونها بلون حلو. اما الصورة دي هعمل عليها خطأ، لما قعد على الكرسي ما اتقنش عمله، ايه اللي حصل؟ وقع من عليه. طيب والكرسي كمان اتكسر. طيب هنا مثلا انا لما اقفل باب بيتي وانا خارج، ايه اللي هيحصل؟ الحيوانات الغريبة مش هتقدر انها تخش البيت. طيب الولد الشاطر ده قفل الباب وهو نازل، كانت النتيجة ايه؟ الحيوان مقدرش يدخل البيت، القطة مقدرش تدخل، يبقى بعمل عليها صح وبلونها. انما الولد ده مشى وساب الباب مفتوح، فاضطر ان القطة تدخل واي حد غريب كمان ممكن يدخل، فكده غلط جدا، فبعمل على الصورة دي غلط. خلاص. طيب النهاردة بقى يا حبايبي هناخد سير وشخصيات. اول شخصية هو ابو بكر الصديق. ابو بكر الصديق، سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه، كان صديق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكل منا اصدقاء، يعني لكل منا صديق بل اصدقاء ايضا. فكان احب واحد للرسول صلى الله عليه وسلم هو سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه، كان بيحب النبي صلى الله عليه وسلم. اللي يهمني في الموضوع دوت اني انا اعرف ان سيدنا ابو بكر الصديق هو كان رفيق الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، خلاص، واصبح خليفته بعد ما مات الرسول صلى الله عليه وسلم. واللي يهمني ان لما انا اقول لك من اول من اسلم من الرجال، ترد عليا وتقول لي سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه. يبقى من اول من اسلم من الرجال؟ سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه. مين سيدنا ابو بكر الصديق؟ كان رفيق الرسول صلى الله عليه وسلم وصديقه في حياته، خلاص بس كده. طبعا سيدنا ابو بكر الصديق لأفضال كتيرة جدا، فقد أنفق ماله كله في خدمة الإسلام، خلاص كل الفلوس اللي كانت معاه كان بينفقها في خدمة الإسلام. خلاص، يبقى السؤال هنا من أول من أسلم من الرجال؟ هتقول لي سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. طيب مين أبو بكر الصديق؟ رفيق الرسول صلى الله عليه وسلم. تاني شخصية هي السيدة خديجة. طيب لما اجي اقول لك من اول من اسلم من النساء؟ السيده خديجه رضي الله عنها. مين السيده خديجه رضي الله عنها؟ هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تعمل بالتجاره، وايضا انفقت كل مالها في خدمه الاسلام، كل فلوسها برضو انفقتها في خدمه الاسلام زي سيدنا ابو بكر الصديق. بس برضو كل اللي يهمني ان لما اجي اسالك واقول لك من اول من اسلم من الرجال، هتقول لي سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه. طيب من اول من اسلم من النساء؟ السيده خديجه رضي الله عنها، وهي زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما ماتت طبعا الرسول حزن عليها حزن شديد جدا، وسمي هذا العام بعام الحزن. خلاص. من أول من أسلم من الصبيان؟ هو سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. طيب مين سيدنا علي؟ هو أول من أسلم من الصبيان، وبيبقى ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، عاش وتربى رضي الله عنه في بيته، في بيت النبي، وقد تحلى بصفات وأخلاق النبي، وتزوج من السيدة فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من أول من أسلم من الرجال؟ سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يبقى مين؟ يبقى صديق الرسول صلى الله عليه وسلم. من أول من أسلم من النساء؟ السيدة خديجة رضي الله عنها. تبقى مين؟ تبقى زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم. من أول من أسلم من الصبيان؟ سيدنا علي رضي الله عنه. يبقى مين؟ ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وتزوج السيدة فاطمة رضي الله عنها. خلاص يا حبايبي. طيب احنا عندنا في النشاط دوت ابو بكر وخديجه وعلي، سيدنا ابو بكر، السيده خديجه، وسيدنا علي رضي الله عنهما جميعا. بنلون كل ورده باي لون احنا عايزينه، او ممكن نلون كل ورده حسب اللون اللي مرسوم في الصوره، يعني الدايره الصفراء دي يبقى نلون الورده دي باللون الاصفر، الدايره اللي لونها ازرق يبقى الورده دي باللون الازرق، الدايره اللي لونها بينك ده بنلونها باللون البينك. خلاص يا حبايبي. طيب وبكده نكون النهارده ان شاء الله انتهينا من درس اليوم. الى اللقاء ان شاء الله، القاكم على خير.